ثم باب في الإجارة، هذا مسائل الإجارة. هي لغة اسم للأجرة، وشرعا تملك منفعة بعوض بشروط ناتية. إذن إجارة بمعنى الأجرة. ثم بعد ذلك شرعا هو التمليك، تمليك أي شيء، تمليك منفعة. فإذا تمليك العين ليس تمليك العين ليس إجارة، بل هو بيع أو صدقة أو هبة هكذا يكون. ثم بعوض، تمليك منفعة بعوض. فإذا لو كان تمليك عين بعوض يكون يعني بيعا. تمليك منفعة يخرج به تمليك الانتفاع أيضا. في النكاح يكون تمليك الانتفاع فقط، لا يكون هناك تمليك المنفعة. لذلك هذا الزوج يندفع بمنفعة البضع فقط، هو لا يملكها، لذلك لا يجوز له أن يتصرف في هذه المنفعة. به يخرج البيع والهبة والنكاح كله بشروط ناتية. تصيح إجارة بإيجاب وقبول، هذا عقد، لذلك يجب هناك إيجاب وقبول. إيجاب كيف آجرتك هذا، أو أكريتك هذا، أو ملكتك، أكريتك أو ملكتك منافعه. عند التمليك يذكر المنافع. ثم سنة بكذا، هذا كما سيأتي يجب تعيين المدة، لذلك ذكر سنة. فهذا أن الإجابة كآجرتك، أنا آجرتك هذا، أو أكريتك هذا، أو ملكتك منافعه. ثم ذكر سنة بكذا، كما سيأتي يجب تعيين مدة الإجارة، لذلك ذكر سنة. هذا مثال سنة أو شهرا هكذا أو يوما. ثم بكذا، هذا يجب ذكر المقابل يعني الأجرة، هذا الذي أشار إليه بقوله بكذا. ثم وقبول، كي استأجرت، فإذا الرجل قال أجرتك، فالمستأجر قال استأجرت أو اكتريت أو قبلت، يكفي كل هذا. نعم. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب أن خلاف المعاتاة يجري في الإجارة والرهن والهبة. نعم، خلاف المعاتاة ذكرنا في كتاب البيع، هناك أيضا يجب الإيجاب والقبول. هل يصح البيع بالمعاتاة؟ هناك خلاف قوي في هذه المسألة. نعم، بعض قال يصح. فإذا كذلك هنا أيضا يأتي نفس الخلاف، فإذا الراجح لا يصح بالمعاتاة، بل هو من الكبائر كما ذكر ابن حجر رحمه الله في الزواجر، كتاب الزواجر. نعم، لكن القول الذي يقابل الراجح أنه يصح الإجارة والبيع والرهن والهبة كله بالمعاتاة. فإذا آية توافق بينهما، ثم يعطي هذا وهذا يأخذ هذا، يعطي الأجرة فقط. وإنما تصح الإجارة بأجر معلوم، يذكر الشروط، بأجرة معلومة في منفعة متقومة معلومة واقعة للمقتري غير متضمن لاستيفاء عين قصدا. إنما تصح الإجارة بأجر صح كونه ثمنا. ثم في هذا الأجر أيضا شرط، ينبغي أن يصح كونه ثمنا. ماذا يصح كونه ثمنا؟ هو شيء متقوم، كما ذكر في كتاب، سيذكر في كتاب النكاح، المهر ينبغي أن يكون متقوما، ما يصح أن يكون ثمنا. وهذا هنا أيضا هكذا، كيف يكون هذا؟ بأن يكون متقوما، أيا كان، عينا أو منفعة أو أي شيء معلوم للعاقدين. ثم ينبغي أن يكون هذا الأجر معلوما
للعقدين كيف يعلمان قدرا يعني يعلمان قدرهما قدره ويعلم وجنسا وصفة يعني يعلمان قدره وجنسه وصفته متى يجب أن يعلم صفته إن كان في الذمة هذا يرجع إلى قوله عن صفة فإذن لو لم يكن في الذمة وإلا كفت معاينته بإجارة العين والذمة نعم إلا كفت معاينته فإذا رجل جعل عينا جعل هذا الشيء أو هذه الدراهم أجرة فإذا لا حاجة إلى معلومه بصفته بل يكفي معلومه أن يعلم بعينه نعم وإلا يعني بأن كانت معينة كفت معينته نعم كفت معينته ثم في إجارة العين أو الذمة أو الذمة بكم كيف العبارة أو بالواو في إجارة العين أو الذمة نعم في إجارة العين أو الذمة هذا يتعلق بك نعم يتعلق بقوله أجر معلوم في إجارة العين أو الذمة هذا قول متعلق بأجر معلوم فإذا ينبغي أن يكون الأجر معلوما في إجارة العين وفي إجارة الذمة إجارة العين كيف؟ يعني أجرتك هذا الدار أو هذه السيارة وهكذا أو هذا الجوال هكذا هو يجير أو هذا الكتاب أو هذا الحاسوب هكذا أو يقول يعني ألزمت نفسي يعني سيأتي أو يعني أجرتك ثوبا صفته كذا أو أجرتك هذا يعني سيارة صفتها كذا فهكذا يقول فهذا إجارة في الذمة نعم ثم فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها بعمارة لها معناه مقابلة يعني الأجرة هذا إمارة الدار أو إمارة الدابة لا يصح المقابلة هذا ثم أو ألف بإمارة لها أو وألف نعم عبارة لها هذا للدار بالنسبة إلى الدابة ليست الإمارة بل الألف نعم ولا استئجار لسلخ شاة بجلد رجل يستأجر رجلا آخر عاملا لماذا؟ لسلخ شاة يعني لإزالة جلد شاة ما هي الأجرة؟ هذا الجلد نفسه هذا الأجير يعطى هذا جلد الشاة هذا لا يصح وللطحن نحو بر ببعل دقيق مثلا يعطى نصف الدقيق او شرط الدقيق هكذا يعطى هذا ايضا لا يصح لماذا لا يصح في هذه الامور؟ ل يعني هناك في العلف والإمارة ليس بمضبوط معمول معلوم بل هو مجهول الدابة كم تأكل؟ هذا غير معلوم مجهول وكذلك إمارة الدار كم يكلف تكلف هذا غير معلوم بل مجهول لذلك ما بالنسبة إلى سلخ الشاة بأجرة الجلد لا يعلم يعني سيخن الجلد ولا رقته بسبب تفاوت جلد يعني سيخن الجلد ورقته يختلف قيمة الجلد فإذا وهذا أيضا مجهول غير منضبط وكذلك بسبب الدقيق دقيق ممكن يكون بعضه ناعم وبعضه خشن لأجل ذلك يختلف يعني الفائدة أيضا المقصود أيضا ثم في منفعة متقومة فإذا إجارة يصح بأجر معلوم ينبغي أن يكون أجر معلوم ثم أين يصح في منفعة فقط
أما في العين لا يصح أو كذلك يعني في الانتفاع أيضا لا يصح بل في المنفعة متقومة ينبغي أن تكون يعني منفعة متقومة يعني لها قيمة تقابل بقيمة فإذا لو كانت المنفعة تافهة جدا ألا تقابل بقيمة لا يصح الإجارة فيها ثم هذه المنفعة ينبغي أن تكون معلومة منفعة متقومة معلومة عينا وقدرا وصفة لو كانت المنفعة يعني في إجارة العين ينبغي أن تكون معلومة عينا وقدرا أيضا ثم وصفة صفة عينا هذا في إجارة الذمة ينبغي أن تكون المنفعة معلومة بالصفة ثم واقعة للمقتري ينبغي أن تكون هذه المنفعة واقعة للمقتري هو الذي يرجع عليه فائدة هذه المنفعة إذن ممكن لو كانت هذه المنفعة ترجع على من على المكري يعني على المجيري لا يصح كما سيأتي في العبادات رجل مثلا استأجر لأن يصلي عنه آخر فإذا هذا أجير يصلي لكن الفائدة في الصلاة ليس له ليس للمستأجر بل يكون للأجير لذلك لا تصح هناك كما سيأتي ثم معلومة واقعة للمقتري غير متضمن الاستيفاء عين قصدا ثم ينبغي غير متضمن ماذا لا يتضمن غير متضمن يعني العقد على هذا عندي مضبوط بالضمة غير متضمن غير متضمن تصيح إجارة بإيجاب كأجرتك بكذا وقبول كأجر استأجرت بأجر معلوم بمنفعة متقومة معلومة غير متضمن ماذا في الحاشية؟ في الحاشية الأولى أن يقول غير متضمنة بالتأنيس بتاء التأنيس وتكون غير أو حالا من ضميرها وعبارة المنهج لا تتضمنه بالتاء الفوقانية الفوقية وهي ظاهرة غير معلومة هذا يكون صفة نعم موصوفة يعني المنفعة فإذا هذه كلها صفة للمنفعة في منفعة ثم متقومة معلومة واقعة للمقتري هذه صفات ثلاثة للمنفعة ثم صفة رابعة غير متضمنة هذا مجرورا نعم لكن هناك لو كان بالتأنيس يكون أحسن كما ذكر غير متضمن يعني العقد على هذه المنفعة ضمير يرجع إلى المنفعة لكن المقصود هنا العقد على هذه المنفعة ينبغي ألا يتضمن استيفاء عين قصدا هذا كما سيأتي استئجار بستان أو شجرة لأجل الثمرة هذا لا يجوز لماذا؟ وهذا يستوفي عينا يعني يأخذ الثمرة بنفسها هذا هذا لا يصح كما سيأتي يعني قصدا بأن لا يتضمنه العقد بأن لا يتضمنه هذا صورة لعدم التضمن غير متضمن كيف يكون غير متضمن بأن لا يتضمنه العقد
لا يتلمنه الضمير يرجع إلى العين لا يتلمن العين العقد قصدا نعم ثم بعد ذلك يبين محترز كل قول وخرج بمتقوم يصيح الإجارة في منفعة متقومة فإذا خرج بقوله متقومة ما ليس لها قيمة نعم فلا يصيح اقتراء بياع للتلفظ بمحل كلمة أو كلمات يسيرة على الوجه هل يصيح استئجار بياع بياع وقال له دلال أيضا أو سمسار نعم وهو الذي يجري البيع بين اثنين هكذا ونظيره يعني معلم على حروف من قرآن هذا يعني حروف يسيرة فقط كما ذكر في التحفة بياع لماذا يكتري يستأجر للتلفظ بمحض كلمة أو كلمات يسيرة يعني وهذا لا تقابل بأجرة بقيمة على اللوجه ولو إيجابا وقبولا ممكن هذه الكلمة وهذه الكلمات ولو كان إيجابا أو قبولا لا يجوز نعم وإن روجت السلعة ممكن هذه الكلمة الواحدة تروج السلعة تجعلها رائجة يعني مرغوبة بها عند المشتري نعم بكلمته أو كلماته يكون هذا الناس يرغبون في هذه السلعة نعم هكذا جعلتها ومع ذلك لا يصلحون إذ لا قيمة لها يعني لهذه الكلمة أو الكلمات لا تقابل بقيمة لا يصح ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر للقيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاتيه فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فيصيح استئجاره عليه ثم أولا ذكر هذا الاستئجار لأجل كلمة أو كلمتين لا يصح لأجل أن هذه منفعة لا تقابل بقيمة وبعد ذلك كأنه يقيد بقيد يعني أين هذا لا يصح لو كان لشراء شيء أو لبيع شيء قيمته مستقرة في السوق لا تتفاوت فإذا كالخبز نعم يكون هناك سعر معين للخبز هذا الناس يعني لا يتفاوتون في الرغبة بزيادة الثمن أو بقلة الثمن هكذا لا يتفاوت بل يكون هناك سعر معين وهناك لا يزيد بخلاف نحو عبد وصوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاتيه الذي يتعاتي يعني يتناول العبد مرة يزيد في الثمن مرة رجل آخر يقل في الثمن هكذا فيختص بيعه يختلف فيختص هذا فيختص عطف على قوله يختلف فإذا نحو عبد وثوب بين هذا النحو بأمرين يختلف ثمنه باختلاف متعاتيه يختص بيعه من البياع بمزيد نفع البياع يبيع بمزيد نفع هكذا فيصيح استئجاره عليه استئجار بياع عليه يعني على هذا البيع ثم وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة المثل وإلا فلا يعني سبق ذكرنا فهذا استئجار فاسد إجارة فاسدة ممكن بعد هذه الإجارة الفاسدة هو عمل كثيرا اتفاقا هذا ما كان مقصودا بل يعني اضطر إلى الكلام كثيرا إلى التردد بينهما كثيرا هكذا تعب نفسه لو تعب هكذا معناه هو عمل في هذه الإجارة الفاسدة عملا يقابل بقيمة هل يستحق شيئا؟ نعم يستحق شيئا ما هو أجرة المثل؟ نعم وإلا فلا
وافتى شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله بحرمه اخذ القالي الاجره على مجرد تلقين الايجابي اذ لا كلفه في ذلك. القالي ماذا ياخذ؟ ياخذ الاجره على مجرد تلقين الايجابي، هذه هو يلقن للولي صيغه الايجاب، يعني زوجتك بنتي كذا، ثم بعد ذلك هو ياخذ الاجره، هذا لا يجوز له اخذ الاجره. اذا لا كلفه في ذلك، يعني هذا ايجاب، ويكون هناك كلمات لا نطق بهذه الكلمات لا يقابل بقيمه. وسبقه اللاما عمر الفتى رحمه الله بالافتاء بالجواز، امام قاضي قال بالحرمه، حرمه اخذ الاجره، لكن عمر الفتى افتى بالجواز. متى يجوز؟ ان لم يكن ولي المرأتي، القاضي لو لم يكن ولي المرأتي يجوز، اما لو كان ولي المرأتي فلا يجوز. يعني القاضي صار وليا، ليس للمرأة ولي آخر، فإذا يعني ليس أب جد أخ هكذا عم ليس أحد، آيتي مثل أو يعني جديدة في الإسلام هكذا، فإذا صار الولي القاضي وليا، هل يجوز له أخذ قيمة؟ لا يجوز أخذ أجرة، وإلا يجوز أخذ أجرة، هكذا قال. فقال يعني عمر الفتى رحمه الله قال إذا لقن الولي والزوج صيغة النكاح، القاضي يلقن الولي أو يلقن الزوجة، يعني هذا ماذا يلقن للزوج؟ للزوج يعني صيغة القبول، للولي يلقن صيغة الإيجاب، فله أن يأخذ ما اتفق عليه، للقاضي يجوز أن يأخذ ما اتفق عليه، ما اتفق القاضي والولي او القاضي والزوج هما يتفقان اولا على اجرة، يجوز له. ما ينبغي ان يكون هذا الاتفاق بالرضا، اتفق عليه بالرضا، نعم، يعني القاضي لا يخفف ولا يجبر، نعم هكذا. وان كثر ممكن هما يتفقا عليه بالرضا على مبلغ كثير، يعني لا بأس، يجوز له. وإن لم يكن لها ولي غيره فليس له أخذ شيء على إيجاب النكاح. فإذا لو لم يكن للمرأة ولي غيره غير القاضي، يعني صار القاضي ولي المرأة في هذا النكاح، لا يجوز له أخذ شيء على إيجاب النكاح، أما في قبول النكاح يجوز. لماذا؟ لوجوبه عليه حينئذ، عندئذ كان هذا التزويج واجبا على القاضي، لذلك لا ياخذ الاجره، نعم. هكذا ذكر عمر الفتى رحمه الله حينئذ عندها فتواه، نعم. وفيه نظر لما تقرر آنفا، بعده قال هذا فتوى عمر الفتى فيه نظر، لماذا؟ لما تقرر آنفا معناه هذه كلمه فقط لا يقابل بقيمه. ثم ولا استئجار دراهم ودنانير غير المعرات للتزيين، لأن منفعة نحو التزيين بها لا تقابل بمال، فأما المعرات فيصح استئجارها على ما بعثه الأذرعي، لأنها حينئذ حلي، واستئجار الحلي صحيح قطعا. هكذا إذن لا استئجار، يعني لا يصح استئجار دراهم، نعم، لا يصح استئجار دراهم ودنانير غير معرات، معرات أو مصقوبة سبق أن بينا ما هي المعرات، معرات يعني يثبت في جوانبه علاقة ما يعلق به، نعم هكذا، أو يعني مصقوبة يعني تسقب هذه الدراهم، ثم بعد ذلك تنلم في القلادة كذا كذا، هذا وهذا استئجار دراهم ودنانير غير معرات للتزيين لا يجوز. لماذا؟ لأن منفعة نحو التزيين بها لا تقابل بمال. ثم هناك مسألة أخرى، هل يجوز التزيين بهذه
بغير المعرات سبق الخلاف في باب نعم في باب الزكاة نعم فإذن بناء على جواز التزيين به ذكر هكذا لا يصح الاستئجار نعم لا تقابل بمال أما المعرات معرات أو مصقوبة فيصح استئجارها على ما بحثه الأذري لماذا؟ لأنه حينئذ حلي استئجار الحلي جائز صحيح قطع نعم ثم وبمعلومة يعني خرج في قوله بمعلومة بمنفعة معلومة هكذا ذكر استئجار المجهول يعني منفعة مجهولة لا يصح استئجار كآجرتك إحدى الدارين باطل استئجار المجهول فآجرتك إحدى الدارين باطل لماذا هذا غير معلوم بل مجهول بالإبهام وبواقعة للمقتري هذا كان ذكرنا قيدا آخر منفعة واقعة للمقتري ما يقع نفعها للأجير لا يكون نفعها للمستأجر فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية مثلا هذا الصلاة أو الصوم هكذا لا يصح لماذا هذا عبادة نية لها ولمتعلقها هكذا ذكر بحيث يتوقف أصل حصولها عليها فالمراد بالوجوب ما لا بد من هنا متعلقها أي كالإمامة فإن متعلقها الصلاة هكذا ذكر الشرواني نعم فإذا غير نسك هذا يجوز في النسك يعني في الحج والعمرة هذا يجوز الاستئجار لأجل استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثبت في النص لذلك هذا النسك مستثنى ثم كالصلاة لأن المنفعة في ذلك يعني في الصلاة أو في العبادة نعم في ذلك يعني في العبادة للأجير للمستأجر نعم والإمامة هذا عطفنا على قوله الصلاة لا يجوز الاستئجار لأجل الإمامة ولو في نفل كالتراويح لأن الإمام مصل لنفسه الإمام يصلي لنفسه يعني منفعة صلاته لنفسه ليس للمستأجر لا يكون للمستأجر فمن أراد اقتدى به وإن لم ينوي الإمامة هذا فقط يعني ثم فإذا في هذه الأيام يجري في المساجد يعني استئجار تعيين الأئمة بالأجرة فهذا ليس يعني أجرة أو ليست هذا إجارة مصطلحا عليها عند الفقهاء بل ذاك عقد آخر يعني هو جعالة 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 كما سيأتي إن شاء الله هناك لا تشترط بعد شروط الإجارة نعم ثم إمامة كذلك ولو في نفل كالتراويح لا ينوي الإمام أما ما لا يحتاج إلى نية كالأذان والإقامة ويصيح الاستئجار عليه هذا عبادة وذلك لو لم يحتاج إلى نية ثم يصيح ويصيح الاستئجار عليه والأجرة مقابلة لجميعه مع نحو رعاية الوقت ثم لو استأجر أحد للأذان والإقامة فالأجرة في مقابلة أي شيء بعض ذكر أن هذه الأجرة في مقابلة رفع الصوت أو رعاية الوقت هكذا ذكر بعض الأمور لكن المصنف ذكر في مقابلة جميع هذه الأمور ليس في مقابلة رفع الصوت فقط أو يعني رعاية الوقت فقط أو يعني على الهيئتين نعم ليس على الهيئتين فقط بل بمقابلة جميعه نعم
ثم وتجهيز الميت هذا اعتفنا الى قوله كلا يجوز الاستئجار لتجهيز الميت وتعليم القران كله او بعضه نعم وان تعين على المعلم ممكن هذا تعليم القران صار متعينا كيف يكون متعينا هذا رجل اسلم وهو يحتاج الى تعلم الفاتحه وهناك رجل واحد فقط يعلم الفاتحه يجب عليه تعليم هذا الرجل الجديد الفاتحه ومع ذلك هو ياخذ النجره لا باس وان تعين على المعلم اهل الخبر الصحيح ماذا ان احق ما اخذتم عليه يا اجرا كتاب الله كتاب الله يعني تعليم كتاب الله هكذا حمله كذلك يمكن حمله تأويل قراءة كتاب الله أيضا وهذا الذي ذكر دليلا بالتأويل أجرا كتاب الله معناه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أي تعليم كتاب الله فإذا يكون الاستئجار لتعليم القرآن لو قدرنا هناك قراءة كتاب الله فالاستئجار يكون لقراءة القرآن يعني قراءة السور أو قراءة الختم هكذا كما سيأتي نعم المسألة التي هي قال شيخنا في شرح المنهاج يصح الاستئجار لقراءة القرآن يصح الاستئجار لقراءة القرآن أين يقرأ هذا في مذهبنا يعني هذا قراءة القرآن يعني يصل الثواب إلى الميت لو قرأ عند القبر عند الميت أو دعا بعد القراءة بإيصال الثواب وبدون ذلك لا يصح عند الإمام الشافعي رحمه الله ولا سعد لا يصل الثواب إلى الميت أما عند سائر الأئمة الثلاثة يصح بالنية يكفي أن ينوي يقرأ بالنية لا حاجة إلى أن يكون عند القبر أو عند الميت أو بالدعاء فإذا هذا الذي ينتفع به الميت فإذا في هذه الصور يصيح الاستئجار وكذلك يصيح الاستئجار على قراءة القرآن عند حي أيضا فإذا إما لميت أو لحي قراءة القرآن هذا ليس تعليم بل قراءة القرآن عند القبر أو مع الدعاء بمثل ما حصل له من الأجر له أو لغيره عقبها لو لم يقرأ عند القبر عند القبر وكذلك عند الميت فإذا عند القبر أو عند الميت أو غائبا عن القبر والميت لكن مع الدعاء لو لم يقرأ عند القبر ولا عند الميت ماذا يجب الدعاء بأي شيء الدعاء بمثل ما حصل له من الأجر له فإذا هو يدعو الله تعالى بأن يعطي مثل أجره لمن للمستأجري له يعني للمستأجري أو لغيره أو لغير المستأجري وهو قال أنه يوصل ثوابه لأبيه الميت أبي الحي أيا كان لا بأس لا حاجة لا يشترط إيصال ثواب بالميت فقط بالحي أيضا يجوز إيصال ثواب لذلك له أو لغيره متى يدعو عقبها عقبها يعني عقب القراءة نعم فإذا يجب الدعاء لا كما سيأتي لا يكفي مجرد قوله أهديت قراءتي أو أهديت ثوابها هذا لا يكفي بل يدعو الله يدعو يعني صيغة الدعاء واجب اللهم أوصل مثل ثواب أو أعطي مثل ثواب ثم أو لغيره عقبها عين زمانا أو مكانا أو لا ممكن هذا المستأجر يعين الزمان والمكان أو لا يعينهما ومع ذلك يجوز على قراءة القرآن استئجار نعم ونية الثواب له من غير دعاء لغو فإذا لو نوى الثواب فقط له يعني للمستأجر أو لغيره كما سبق من غير دعاء لغو وما معنى لغو
يعني هذا لا يصح الاستئجار بمجرد نية ثواب، لا يصح الاستئجار بل يجب الدعاء خلافا للجمع. لكن ذكر جمع من العلماء أنه ليس باللغو بل هو مفيد، لذلك يصح الاستئجار. نعم. وإن اختار السبكي رحمه الله ما قاله، من أئمتنا الإمام السبكي رحمه الله اختار ما قال هؤلاء الجمع. وكذا أهديت قراءتي أو ثوابها له، هذا أيضا لا يكفي. وكذا هذا يرجع إلى قوله نية الثواب، فإذا كما أن نية الثواب لغو، قوله أهديت قراءتي أو أهديت ثواب قراءته أيضا لغو، يعني لا يصح الاستئجار هناك، إذا خلافا لجمع أيضا. نعم، هنا أيضا ذكر جمع هذا يصح. نعم. أو بحضرة المستأجر، هذه صورة ثالثة، الاستئجار لأجل قراءة القرآن، إما قراءة القرآن عند القبر أو ليس عند القبر بل مع الدعاء. ثم ثالثا يعني بحضرة المستأجر هو حي، أو نحو ولده، إما عنده أو عند ولده أو عند أبيه أمه أو عند أجنبي أيا كان لا بأس، هو يعني يعين فيما يظهر، ومع ذكره في القلب حالتها كما ذكره بعضهم. لكن عندما يقرأ بحضرة المستأجر، المستأجر هو حي، ينبغي أن يذكره بقلبه وقت القراءة، يعني أنا أقرأ لأجل هذا الرجل، هكذا ينبغي أن يذكر بقلبه. فهذا الذكر بالقلب لا حاجة عند القراءة في القراءة عند القبر أو عند الميت، لماذا؟ وهناك قرينة وهو يقرأ عند القبر، لماذا؟ للانتفاع بالقراءة المقبور، أو هو يقرأ عند الميت، فإذا كون القراءة عند الميت قرينة تدل على ما؟ على أن هذه القراءة قراءة الانتفاع الميت، فلا حاجة إلى ذكره بقلبه. لو كان عند الحي ينبغي أن يذكر هذا المستأجر بقلبه، هذا الذي قال ومع ذكره في القلب حالتها، يعني حالة القراءة هكذا. في فتح المعين هنا النسخة بالواو ومع ذكره، معناه هذا الذي بينت، لكن ذكر الشرواني أقول في بعض نسخ الشارح ابن حجر الصحيح التعبير بأو، فإذا في لكتاب التحفة نسختان في بعض النسخ بالواو كما في فتح المعين عندنا، وفي بعض النسخ أو، وعبر النهاية بالواو ثم قال وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن وجود استحضاره بقلبه أو كونه بحضرته كاف، استحضاره بقلبه أو كونه بحضرته كاف، فإذا يكفي أحد الأمرين. هكذا ذكر في النهاية كاف، وإن لم يجتمعا، فإذا قال شيخنا الواو بمعنى أو، فإذا لأجل الموافقة أو وفاقا لعبارة النهاية يكون معنى الواو، يكون الواو هنا بمعنى أو، فإذا يكفي أحد الأمرين، إما يعني يقرأ عند المستأجر أو يذكره عند القراءة في قلبه يكفيها. نعم. لكن لو ذكرنا هكذا فينافي ما ذكر سابقا، نية الثواب له من غير دعاء لغو، هذا مجرد ذكره بقلبه هو نيته بقراءته، فإذن هذا سياق فتح المعين أن الواو بمعنى الواو يجب كلاهما، لئلا ينافي ما سبق. ثم وكما ذكره بعضهم، ثم وذلك لأن موضعها، يعني ذكر ثلاث حالات يصيح فيها استئجار لقراءة القرآن، ثم بعد ذلك
يذكر تعليل كل واحد من هذه الثلاثة. وذلك لأن مولي مولي بركة وتنزل رحمة والدعاء بعدها أقرب إجابة، وإهدار المستأجر في القلب سبب لشمول الرحمة له إذا تنزلت على قلب القارئ. نعم. فإذا أولا يقرأ القرآن عند القبر، ففيه منفعة، هذا الذي يبين أولا. هناك منفعة، هذا الذي بين أولا، لأن موضعها يعني موضع القراءة موضع بركة، موضع القراءة موضع بركة وتنزل رحمة، فإذا يكون للمقبور منفعة هذه البركة وتنزل الرحمة، هذا الذي قال. فإذن يكون له هذه الفائدة، يعني لو قرأت القرآن عند القبر يكون له هذه الفائدة، يعني فائدة هذه الرحمة والبركة. فإذن المستأجر ما يندفع، المنفعة لا ترجع إلى الأجير، فهذا أولا. ثم ثانيا الدعاء بعدها أقرب إجابة، يعني لو دعا بعد القراءة فيكون أقرب إجابة. في جميع الحالات يعني الدعاء يستجاب، لكن لو كان بعد هذه القراءة يكون أقرب إجابة. فإذن المنفعة ترجع إلى المستأجر. نعم. ثم إحضار المستأجر في القلب سبب لشمول الرحمة له إذا تنزلت على قلب القارئ، يعني الرجل عندما يقرأ القرآن ينزل على قلب القارئ الرحمة، فإذا بقلبه وهو يحضر المستأجر، يعني يجتمع عنده ويحضره، فإذا وهذا الثواب يشمله أيضا. نعم. سبب لشمول الرحمة، هذا الرحمة تشمل المستأجر، فإذا من هذه الجهات المنفعة راجعة إلى من؟ إلى المستأجر. إلى المستأجر معناه ليست راجعة إلى الأجير، بل إما إلى راجعة إلى نفس المستأجر، أو إلى ولد المستأجر، أو لميت المستأجر. ذكرنا يعني عند القبر، هذا مستأجر ليس في القبر، هو رجل حي. فإذا ما معناه ليست راجعة إلى الأجير، بل إلى المستأجر أو أني أحد ذويه. نعم. هكذا يرجع. ثم بعده وألحق بها الاستئجار لمحل الذكر والدعاء بعده، هذا الذي سبق لقراءة القرآن. وكذلك يصح الاستئجار لمحل الذكر، لكن يجب بعد الذكر الدعاء، والدعاء عقبه. نعم. فإذا لو كان عند القبر هل يكفي؟ ظاهره أنه شرط لصحة الاستئجار للذكر، وأنه لا يقوم مقامه نحو كونه عند القبر. فإذا لو يذكر الله تعالى عند القبر كما يقرأ القرآن، هذا لا يصح به الاستئجار، وهكذا ذكر. فإذا لو كان الذكر يتعين الدعاء بعده، لا يكفي عند القبر أو عند الميت، هكذا. ممكن هذا راجع إلى العرف، القرآن تقرأ عند القبر وعند الميت في العرف، أما محل الذكر لا يفعل هكذا عند القبر وعند الميت، لذلك ممكن هذا الفرق. نعم. ثم فإذا الذكر هناك يوجد يعني التهليل 70,000 مرة المشهور بالعتاقة الصغرى، يعني هناك عتاقات ثلاثة، عتاقة الصغرى والعتاقة الكبرى والعتاقة الوسطى، يعني عتاقة يعني ما يعتق لأجله الرجل من النار. نعم.
هذا إتاقة الصغرى التهليل 70 ألف مرة. عندكم موجود؟ عندنا عندنا في بلدنا يوجد يعني لكل ميت أقاربه أصدقائه يجتمعون ثم بعد ذلك يهللون 70 ألف مرة ويهدون ثوابه إلى الميت. نعم نسانة ما شاء الله. هكذا شعارات أهل السنة توجد في كل بلد. اتفاق. هذا إتاقة الصغرى هكذا إتاقة الكبرى يعني 100 ألف مرة سورة الإخلاص. الرجل يقرأ يعني سورة الإخلاص 100 ألف مرة. الإتاقة الوسطى هو يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 80 مرة بعد صلاة عصر الجمعة. بعد صلاة عصر الجمعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 80 مرة بصيغة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هذه 80 مرة. نعم. فإذا هذا يصح الاستئجار لهذا الذكر لكن نعم بعده يظهر من قول الشرواني أن هذا عادة التهليل يوجد في بلده أيضا. هذا الشرواني من مجاوريكم أنتم تعلمون؟ عبد الحميد الشرواني من داغستان أصله. نعم أصله من داغستان. ثم و نعم نعم ثم وألحق بها الاستئجار لمحل الذكر أو الدعاء عقبه. وأفتى بعضهم بأنه لو ترك من القراءة المستأجر عليها آيات لزمه قراءة ما تركه ولا يلزمه استئناف ما بعده. مثلا هذا رجل استأجر لختم القرآن فإذا ترك بعض الآيات من أثناء القراءة ما عمدا أو نسيانا، مثلا هو ترك يعني سورة أو بعض الآيات، فإذا هل يجب عليه قراءته ثم استئنافه ما بعده أو يكفي قراءة هذا المتروك؟ نعم يكفي قراءة هذا المتروك، لا حاجة إلى الاستئناف. مثلا هو يعني هكذا قرأ ثم بعد ذلك لم يقرأ سورة يوسف، بعد ذلك قرأ سور، بعد ذلك هو ذكر أو يعني هو علم بدا له أنه أخطأ، ممكن يكون هذا نسيان أو عمدا، فإذا يجب عليه قراءة سورة يوسف فقط، لا حاجة أن يستأنف ما بعد هنا. فإذا هذا الختم يعني في أصله لا يشترط الترتيب، هذا هو. نعم. أفتى بعضهم بأنه لو ترك من القراءة المستأجر عليها آيات، ترك آيات لزمه قراءة ما تركه ثم ولا يلزمه استئنافه ما بعده. لو لم يقرأ ماذا يكون؟ لو لم يقرأ يعني سقط ما يقابل المتروك من المسمى، هذا استئجار. فإذا هو استأجر على ختم القرآن بعشرة آلاف روبيل ثم بعد ذلك هو لم يقرأ ربع القرآن بل باقي قرأ، فإذا يسقط من هذا المقابل الربوع، إذا هكذا يعني ينظر النسبة ثم يسقط منه لو لم يقرأ شيئا. وبي أن من استوجر لقراءة على قبر لا يلزمه عند الشروع أن ينوي أن ذلك ما استوجر عنه، أي بل الشرط عدم الصارف. وبأن يعني أفتى بعضهم بأنه لو ترك كذلك بأن من استوجر لما استوجر لقراءة على قبر، على قبر يعني عند قبر لا يلزمه على عند الشروع يعني ينوي أن ذلك ما استوجر عنه، هذا لا حاجة. بخلاف قراءته يعني أو يعني استئجار القراءة
عند حي عند المستأجر. هناك ذكرنا يحضر في قلبه هذا المستأجر. أما لو كان قراءة عند القبر لا حاجة أن هذا قراءة أنه لماذا هناك قرينة موجودة. أي بل الشرط عدم الصارف يعني ألا ينوي أن هذا قراءة عن غير المقبور. نعم. فإن قلت صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوي أنها عنه يعني في نذر القراءة رجل نذر قراءة ختم القرآن أو سورة ياسين هكذا ثم بعد ذلك يقرأ عندئذ يشترط أن ينوي أن ما يقرأ عن نذره يقرأ عن نذره يعني ما يقرأ منظور له هكذا ينبغي النيته وهنا لا ينبغي لا يجب هنا. فإذا كيف الفرق؟ قلت هنا قرينة صارفة لوقوعها أما استوجر له يعني هو استوجر ليقرأ عند القبر. فإذا هناك قرينة هي صارفة عن غيره لإيقائها أما استوجر له نعم عن قراءته عند القبر ولا كذلك ثم يعني في النذر ليس هكذا قرينة لأجل ذلك وجب النية. ومن ثم لو استوجر هنا لمطلق القراءة وصححناه يحتاج للنية فيما يظهر لمطلق القراءة معناه ليس عند القبر فإذا رجل هكذا استوجر لمطلق القراءة ثم وصححناه نقول أن الاستيجار لمطلق القراءة صحيح يعني فيما ذكرنا فيما مضى ذكر المصنف أن هذا الاستيجار لمطلق القراءة ليس بجائز بل متى يصير يجوز لو كان عند القبر أو مع الدعاء بعد القراءة أو عند المستأجر هكذا قيد لكن هنا يعني نقول بقول الجمع كما ذكرنا هناك صححناه يحتاج للنية فيما يظهر أو لا لمطلقها يعني استوجر لا لمطلقها كالقراءة بحضرته يعني بحضرة المقروء له يعني المستأجر وغيره لم يحتج لها فذكر القبر مثال عندها ملخصا. فإذا في الفتوى ذكر القبر القبر ليس بمعين ما عند القبر أو عند المستأجر أو عند ولده أو عند ميته هكذا لا حاجة إلى النية وبغير متضمن ثم بعد ذلك ذكرنا أن تكون المنفعة غير متضمنة لاستيفاء عين قصدا وبهذا القول خرج ماذا خرج استيفاء عين وبغير متضمن لاستيفاء عين خرج ماذا خرج ما تضمن استيفاؤها يعني عقد الإجارة يتضمن استيفاء العين فلا يصح ماذا لا يصح اقتراء بستان وهو يقتري يستأجر بستانا يعني حديقة لما لثمرته. فإذا ما هي المنفعة على الثمرة فإذا هو يقتطف الثمار كلها على طريق الإجارة إذا على طريق البيع فإذا هو يستأجر هذه الحديقة لسنة ثم كلما تثمر أشجار هذه الثمرة هو يأخذ هذا هو المنفعة هذا لا يصير لماذا؟ هذا يعني هو يأخذ عينا في الإجارة لا يأخذ عينا في الإجارة يعني هو يندفع ثم يرد العين هكذا فلا يصير اقتراء بستان لثمرته لأن العيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا لماذا ذكر قصدا قصدا أما الاستيجار للإرلاع يجوز الاستيجار للإرلاع يعني تستأجر امرأة لإرلاع الولد وهذا جائز مع أن هناك يعني تمليك عين كيف هذا اللبن هذا يملك لكن هذا ليس يعني تضمنها قصدا مثل الثمار هنا نعم. ثم أو ونقل التاج السبكي يعني تاج الدين السبكي نقل في توشيحه اسم كتابه
اختيار والده والدان تقي الدين سبكي والده التقي السبكي في آخر عمره ماذا اختار صحة تجارة الأشجار لثمرها نعم هكذا له اختيارنا فإذا في هذه المسألة خلاف في بعض البلاد يجري هكذا ها؟ يقول له ضمان يعني يقول انا اضمن الكرب في هذا المبلغ وثمره في صورة بين لكن هذا ليس بين هذا يكون صحيحا على اختيار الامام السبكي رحمه الله ثم وصرحوا بصحة استيجاري ثم بعد ذلك وصرحوا بصحة استيجاري قناة أو بئر للاندفاع بمائها للحاجة وهذا في الحقيقة متضمن لعين مع ذلك يصح ماذا استيجار قناة قناة يعني على جدول الماء مسيل الماء أو بئر يستأجر بئرا ثم ما هي المنفعة المنفعة يعني الماء يأخذ الماء فإذا هنا يأتي هذا العقد متضمن للاستيفاء يعني مع ذلك صحيح لماذا للحاجة يعني للضرورة قال في الإياب لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت هل يجوز استيجار الأرض لدفن الميت هذا لا يجوز لماذا لحرمة نبشه قبل بلائه وجهالة وقت البلاء متى يبلاء الميت هذا غير معلوم نعم في بعض الأماكن يعني يسرع البلاء وفي بعض الأماكن يبطئ البلاء ثم بعض الميت لا يبلاء هكذا مشكلة لذلك على يجوز ثم يعني مسائل باقية ويجب على مكر تسليم مفتاح دار وعمارتها نعم يجب على مكر المكر يعني المجير يجب عليه التسليم مفتاح داره تسليم لا يكفي مجرد تسليم المفتاح بل مع تخلية الدار يخلي الدار للمشتري والمستأجر حتى يندفع بها ومع ذلك يعطي المفتاح أيضا مفتاح دار يعني مصنف يقول هذا مفتاح الغلق المثبت فقط لو لم يكن الغلق مثبتا في الدار بل يمكن فصله فلا حاجة إلى إعطاء المفتاح كما سيأتينا عبارة التحفة تسليم مفتاح لبة لبة الغلق المثبت في بابها هذا الذي يجب تسليمه نعم لمن يسلم لمكتر لماذا يجب هذا لتوقف الانتفاع عليه لو لم يسلم هذا لا يمكن الانتفاع بالدار نعم ولو ضاع من المكتري وجب على المكري تجديده فإذا ممكن هذا تسلم المكتري المفتاح ثم ضاع منه الضياع ممكن يكون بتقصيره أيضا سبق بينا أمثلة التقصير مثلا هو وضع في مكان ثم نسي المكان هكذا وضع من المكتري وجب على المكري تجديده يعني المكري المجير يجدد المفتاح يصنع مفتاحا جديدا ويسلمه هذا ليس على المكتري بل على المكري نفسه لكن لو ضاع بتقصيره يضمنه لو ضاع المفتاح بتقصير المكتري وهو يضمن
لماذا؟ المفتاح بيده أمانة فقط. المفتاح بيد المبتري أمانة، يعني يد أمانة ليس يد الأمانة. نعم. ولولا من المبتري بتقصيري، لكن عليه القيمة في هذه الحالة، هكذا ذكر في العاشية. نعم. ثم أي مفتاح هذا الذي يبين بعده؟ والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت، أما غيره، أما غير هذا المفتاح فلا يجب تسليمه، تسليم هذا الغير، بل ولا قفله أيضا، قفله أيضا لا يجب عليه تسليم قفل هذا المفتاح. لو كان المفتاح منفصلا كسائر المنقولات، مفتاح يفصل دائما، لكن ينظر حال الغلق والقفل. نعم. الغلق المثبت يجب تسليم مفتاحه، أما القفل، قفل يترك في اللغة العربية على هذا الذي ينقل من مكانه، يقال له قفل. لا يجب على المكري تسليم القفل ولا تسليم مفتاحه كسائر المنقولات، لأن القفل من المنقولات. نعم. ثم وعمارتها، يجب على المكري عمارة الدار. ثم يذكر أمثلة العمارة كبناء والتطيين السطح ووضع باب وإصلاح منكسر. كبناء معناه ليس بناء الدار، بل بناء ما خرب في الدار، هذا معنى عمارة. يعني عمارة يعني مثلها بالبناء، والبناء البناء للخراب الذي في الدار. نعم. ليس أصل البناء. ثم تطين سطحا، تطين سطحا هذا وضع الطين والطلاء به. نعم. ثم وضع الباب، يعني لو انقلع باب يجب عليه وضع الباب، كذلك إصلاح منكسر، لو انكسر شيء من خشبه أو غير خشبه، كل هذا على المكري على المجير. ما معنى الوجوب هنا؟ هل هو وجوب شرعي؟ لو كان واجبا شرعيا فيلزم بتركه، ليس هذا معناه، لذلك بين المراد هنا. وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يلزم بتركه وأنه يجبر عليه. يجبر عليه، من يجبر على الحاكم القاضي يجبر عليه، ليس ذاك معناه، بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقوله. نعم. يعني لو ترك هذه الأمور، مثلا لو لم يسلم هذا المفتاح، أو يعني هناك انهدم شيء في الدار، أو انقلع باب، أو انكسر شيء، فلم يعمر أو يعمر بسرعة، فيجوز للمبتري، فيثبت للمبتري خيار فسخ عقد الإجارة، هذا معنى قوله يجوز. فإن بادر وفعل ما عليه فذاك، وإلا فلمبتر خيار إن نقصت المنفعة، هذا معنى قوله يجب. إن بادر يعني فعل بسرعة، ماذا عليه من تسليم المفتاح وكذلك
آمن الإمارة كل متى فعل ذكر في التحفة قابل مضي مدة لها أجرة هذا معنى قوله بادر إذن هناك يعتبر مدة لثبوت الخيار مالت مدة بدون فعل هذه الأمور الواجبة على المكري على المجير هذه المدة تقابل بأجرة هذا ترجع يعني إلى العرف إلى عرف الناس في بعض الأمور مدة قليلة جدا تقابل بأجرة وفي بعض الأمور لو كان يوم أو يومين لا تقابل بأجرة هكذا فإذا مضت يعني مدة تقابل بأجرة وبمضي هذا الزمان هذه المدة يثبت للمبتري خيار قبل ذلك لو فعل المكري فذاك لكن متى يثبت الخيار بقيد آخر هذا الذي قال إن نقصت المنفعة يعني بهذا الانهدام أو الانكسار أو يعني انهدام مع بنائنا أو بترك أحد من هذه العمارات لو نقصت أو انقصت المنفعة يجوز له الخيار لو لم تنقص المنفعة يعني هذا الانكسار أو هذا الانهدام لا يتعلق بمنافع المبتري هذا انهدام بجانب من البيت لكن هذا الخراب لا يتعلق بمنفعته فلا تنقص المنفعة فلا يجوز له أو يثبت له الخيار نعم وعلى مكتر تنظيف عرصتها من كناسة ثم وهو أمين مدة لجارتنا عمارة على من؟ على المكتري فماذا على المكتري؟ على المكتري تنظيف عرصتها عرصتها يعني هذا فناء الدار يعني ساحة الدار ويبين ماذا أراد بالعرصة فإذا هو يكنس هذه الدار من كناسة يعني من قمامة وساخ وثلج ممكن نزل الثلج في عرصة الدار فإذا يجب على المكتري تنظيفها والعرصة كل بقعة بين الدور دور جم دار بين معناه يعني أمام الدار كل بقعة واسعة ليس فيها شيء من بناء وجمعها عرصات عرصات كذلك عراس أيضا فإذا تنظيف العرصة على المكتري يعني لا يجب على المكري تنظيف هذه الأمور بل المكتري يفعل يفعل وإلا هو يتضرر به فقط ثم يد المكتري يعني يد المستأجر يد أمانة ليست يد ضمان بخلاف العارية كما سيأتي في العارية اليد يد ضمان هنا ليس يد ضمان بل هذا يد أمانة فإذا لو لم يقصر لا يضمن لو قصر يضمن فقط وهو أي المكتري أمين على العين المكترعة العين المكترعة مثلا الدابة أو الثوب أو شيء آخر مدة لجارتنا إن قدرت بزمن الإجارة إما تقدر بزمن أو لا تقدر بزمن إذا لو قدرت بزمن في مدة الإجارة اليد يد أمان ثم بعد مدة الإجارة ماذا يكون المصنف سيبين ثم أو مدة أمين أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل ما قدرت الإجارة بمدة بل قدرت بمحل عمل
فإذا رجل أعطى ثوبه للسبغ أو للقصر يعني للغسل هكذا، فإذا كم مدة يحتاج لهذا العمل؟ هذا الذي قال أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل وكذا بعده. أو يعني هو أعطى ثوبه قماشه للخياطة يخيط قميصا أو بنطلونا هكذا، فإذا كم وقتا يحتاج إلى لهذا العمل في بقاء هذا العين عنده؟ ينظر هذا المدة، هذه المدة، خلال هذه المدة يده يد أمان، وبعده هل هو يد ضمان أو لا؟ هذا الذي يقول بعده. وكذا بعدها، كذا بعدها يعني بعد مدة الإجارة أو مدة إمكان الاستيفاء، هل يده يد أمانة أو ضمان؟ فيه خلاف. الراجح في المذهب كذا يد أمانة، ما لم يستعملها استصحابا لما كان. متى يكون هذا يد أمانة؟ ما لم يستعملها، يعني بعد هذه المدة لو استعمل هذه العين فاليد يد ضمان، لا يكون يد أمانة. لماذا صارت يد أمانة؟ استصحابا لما كان، يعني قابل مضي هذه المدة مدة الإجارة كانت اليد يد أمانة، فإذا استصحابا لهذا ما كان، يعني كان يد أمانة، إذن استمرارا لهذه الحالة وبعد هذه المدة إذن يده يد أمانة. ثم ولأنه لا يلزمه الرد ولا مونته، بل لو شرط أحدهما عليه فسد العقد، وإنما الذي عليه التخلية كالوديع. ثم ولأنه هذا علة أخرى استصحابا لما قال، كذلك لأنه لا يلزمه الرد، يعني المقتري وإن دفع بهذا العين المقترات المستأجرة ثم بعد اندفاعه هل يجب عليه رد هذا العين إلى المكري المجيري؟ لا يجب عليه الرد، بل هو يخبر فقط هذا أنا استعملته، هذا عينك باق هنا، ثم هو يأتي ويأخذ. لا يجب عليه الرد ولا مونته، يعني لا مونة الرد أيضا، لذلك يبقى عنده عادة بعد مدة الإجارة. هذا الذي قال، بل يعني لو كان واجبا عليه الرد ثم إن لم يرد فيعتبر مقصرا، فتنقلب اليد يد ضمان. لكن هذا رجل لا يعتبر مقصرا، لماذا؟ ما كان عليه الرد ولا مونته، لذلك أبقى العين عنده. نعم، بل لو شرط أحدهما عليه فسد العقد. لو شرط أحدهما يعني إما الرد ومونة الرد على من؟ على المبتري، فسد العقد، عقد الإجارة فاسد. هو ينافي مقتضى عقد الإجارة لذلك. وإنما الذي عليه التخلية، لو لم يكن الرد ولا مونته واجبة على المقتري فماذا يجب على المقتري؟ التخلية، يعني مثلا استأجر دارا ثم هو جاء بأمتعته كلها ووضعها في هذه الدار ثم سكن سنة أو سنتين بعد ذلك تمت مدة الإجارة، فيجب عليه تخلية هذه الدار من أمتعته كلها، يخرجها كلها ثم بعد ذلك هو يخبر فقط أو لا يخبر. هل يجب الإخبار أو لا يجب الإخبار؟ هذا أيضا خلاف آخر. هذا التخلية واجب كالوديع، الوديع المودع يجب عليه هذه التخلية فقط، يعني لو جاء المودع وأراد أن يأخذ هذه الوديعة
يخليها فقط. ورجح السبكي رحمه الله أنه كالأمانة الشرعية فيلزمه إعلام مالكها به أو الرد فورا وإلا لمنع. هذا محترز ذلك القول مقابل ذلك القول. وكذا بعدها ذكر في المنهاج في الله صحيح. نعم. فإذا مقابله هذا الإمام السبكي رجح أنه يعني العين المقترات كالأمانة الشرعية. ما هو الأمانة الشرعية؟ ماذا حكمها؟ يلا فيلزمها إعلام مالكها بها. بها معناه بالتخلية. نعم. يخلي ثم يخبره أن دارك مخلات، أنا أخرجت جميع أمتيتي من دارك هي مخلات، أو الرد فورا، إما التخلية أو الرد فورا خلافهما، وإلا لمنع. ثم والمعتمد خلافهنا. وإذا قلنا بالله صحي أنه ليس عليه إلا التخلية فقضيته أنه لا يلزمه إعلام المجري بتفريغ العين، بل الشرط ألا يستعملها ولا يحبسها لو طلبها. هذا فقط. وإذا قلنا بالله صح، الله صح هو الذي ذكرنا في المتن وكذا بعدها، هذا هو الله صح. نعم. بخلاف ما رجحه الإمام السبكي رحمه الله بالله صح أنه ليس عليه، ليس على المقتري إلا التخلية، يعني بعد المدة ويخليها. فقضيته، فقضية هذا القول أنه لا يلزمه إعلام المجري بتفريغ العين، بل الشرط أن لا يستعملها ولا يحبسها لو طلبها. ممكن المكري طلب هذه العين، فإذا يجب عليه أن لا يحبسها، فإذا لو حبسها أو استعملها يضمنه إلا لا يضمنه. وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه أو أن لا. وحينئذ معناه حينئذ كان ليس عليه إلا التخلية، عليه يجب التخلية فقط، ثم بعد ذلك ممكن هذا الرجل قفل الدكان أو الدار أو لم يقفل، كلاهما سواء. حينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل بابا نحو الحانوت، حانوت دكان يدخل بقوله نحو الدار بعد تفريغه قفل وألا، يعني وألا يقفل. نعم. لا فرق ما معناه في عدم الضمان، ممكن هو قفل أو لم يقفل، لا يضمن. متى لا يضمن؟ لو لم يستعمل ولم يحبس لو طلبها. نعم. يعني قفل أو عدم القفل لا يعتبر تقصيرا منه. ثم لكن قال البغوي رحمه الله لو استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للشهر الأول، يعني هو استأجر لمدة شهر يكون هناك أجرة مسمى، فهذا يجب للشهر الأول، وأجرة المثل للشهر الثاني، لزمه أجرة المثل للشهر الثاني. إذن هو كأنه استعمل وأغلق هذا الحانوت، هذا الإغلاق يستعمل يعتبر بمنزلة الاستعمال، لذلك يجب هناك أجرة المثل. قال شيخنا في شرح المنهاج وما ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه
لأنه كأنه قصر يعني كأنه لم يخلي لأن التقصير حينئذ من الغيب لأن غلقه مع غيبته مانع للمالك من فتحه لاحتمال أن له فيه شيئا. فإذن هذا قول البغوي رحمه الله يدل على أن هناك فرق بين ماذا؟ بين غلق الباب وعدم غلقه بعد التفريغ والتخلية. لو غلق فكأنه يستعمل يكون ضامنا. هذا الذي يقتضي قوله. إذا رجحه في شرح المنهاج ابن حجر رحمه الله. ثم ولو استعمل العين بعد المدة لزمه أجرة المثل. نعم. كأجير فلا ضمان يعني يده يد أمانة وهو أمين كالأجير فالأجير أيضا أمين فإنه أمين ولو بعد المدة أيضا وهو أيضا أمين بعد المدة أيضا كلاهما سواء الكاف للتنظير فلا ضمان على واحد منهما. نعم. فلو اكترى دابة ولم يندفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلفا فلا يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المقتري معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل إلا بتقصير. ماذا ذكرنا؟ فلا ضمان على واحد منهما. فلو اكترى دابة رجل اكترى دابة أو سيارة ثم ولم يندفع بها فتلفت هذه الدابة متى تلفت؟ إما في المدة أو بعد المدة كما ذكر في التوفى. لماذا؟ في المدة وما بعدها ليس فرق في اعتبار اليد أمانة أو ضمانة. لذلك إما تلفت يعني هلكت هذه الدابة ماتت في مدة الإجارة أو بعدها أو اكتراه يعني رجل اكترى شخصا اكتراه يعني شخصا وهنا اكتراه لخياطة فإذا استأجر خياطا رجلا خياطا. لماذا اكترى؟ لخياطة ثوب أو صبغه فإذا اكترى صباغا أو قصارا لقصر ثوبه غسالا لغسل ثوبه فتلف. ماذا تلف؟ هذا الثوب وأعطاه الثوب للخياطة ثم هذا الثوب تلف فلا يضمن هذا المقتري والأجير. فإذا اكترى دابة هناك المقتري نعم واكتراه لخياطة ثوب أو صبغه هناك يكون أجير. فإذا هذا البيان هذا تفريع. فلو اكترى الفاء تفريع على المسألتين وهو أمين كأجير وهو أمين كأجير فإذا بناء عليهما بينها جاء هذا البيان. فتلف فلا يضمن سواء انفرد الأجير ثم عند إجارة العين أو لإكترى لخياطة ثوب أو صبغه ممكن انفرد الأجير باليد أم لا كلاهما سواء لا يضمن. كيف صورة انفراد الأجير؟ كأن قعد المقتري معه
هناك ليس انفراد الأجير، كان قاعد المكتري معه حتى يعمل. مع من؟ مع المكري حتى يعمل. قعد إلى متى؟ يعني كان يقعد معه ويعمل. فإذا ليس هنا انفراد. أو أهلره منزله ليعمل. أو من أهلر؟ هذا مكتري أهلره، أهلر الأجير منزله ليعمل. فإذا صورة الانفراد سواء انفرد الأجير باليد. كأن قعد المكتري معه حتى يعمل. أو أهلره منزله ليعمل. أهلره ولا ضمير فيه إلهي البينة؟ أهلره ضمير المفعول بينة؟ لا أهلر الثوب. عندي لا يعني عندي الحاشية لا يوجد يا شيخ. أويس أحضره أحضره أي وإن لم يقعد معه أحضره منزله، هذا هو المقصود. أي وإن لم يقعد معه أو حامل المتاع ومشى خلفه لثبوت يد المالك عليه حكما. سمعت شيخنا؟ لا أحدهما مثال للانفراد والآخر مثال لعدم الانفراد. سواء انفرد الأجير باليد كأن نعمل وحده، كأن قعد هو وما بعده مثالان لما إذا لم ينفرد بالأمر. وهكذا هو قال مثالان لما لم ينفرد بالعمل. ليس كذلك الظاهر، يعني مثالان أحدهما مثال للانفراد والآخر مثال لعدم الانفراد. هكذا نبي يبدو لي هكذا. فإذا كان قعد المكتري معه، عندما يقعد المكتري معه حتى يعمل ليس هناك انفراد الأجير باليد. ثم أو أهلره منزله ليعمل. فإذا أهلره هو الضمير يرجع إلى الثوب. فإذا أهلر الثوب منزله منزل من؟ منزل الأجير ليعمل ليعمل الأجير. هناك يدو يكون اليد انفرادنا، يعني هذا رجل أتى بثوب يعني قماش وأتى للخياط ورجع. فإذا يكون اليد للخياط بالانفراد، والآخر ليس كذلك، يعني هو جلس معه. فإذا هذا لكن مثال على غير الترتيب، يعني المثال الأول للصورة الثانية والمثال الثاني للصورة الأولى، هكذا ينعكس فقط. هذا هو يعني الظاهر، ليس كما حمل يعني صاحب الحاشية. أهلر هو يعني أهلر الثوب منزله منزل الأجير ليعمل ليعمل الأجيرنا إلا بتقصير، فلا ضمان على الأجير وعلى ولا على المكتري إلا بتقصير. نعم، كيف يكون التقصير؟ كان ترك المكتري الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف سقف اسطبلها عليها في وقت لو اندفع بها فيه عادة سلمت. هكذا هذا مثال
للتخصير. هو ترك الاندفاع بالدابة فتلفت يعني حلقت الدابة وماتت بسببه. ما هذا سببه؟ كانهدام السقف استبلها. استبل يعني بيت الدابة. فإذا انهدم هذا السقف وسقط على الدابة ماتت الدابة. انهدم عليها. متى انهدم؟ في وقت لو اندفع بها بهذه الدابة فيه في هذا الوقت عادة سلمت الدابة. يعني لو كان يندفع بها يخرجها من الاستبل ويركبها أو يحمل عليها الأمتية هكذا كان يفعل، لكن هو ترك هذا الاندفاع وأبقاها في الاستبل لذلك ماتت. هذا تقصير منه. نعم. ثم مثال آخر، وكأن ضربها أو أركبها أثقل منه، ضرب الدابة لذلك هلكت، هذا تقصير منه. أو أركبها أثقل منه، أثقل منه يعني مما يندفع به. نعم. ولا يضمن أجير لحفظ دكان. مثلا إذا أخذ أخذ غيره ما فيها، يعني رجل استوجر لحفظ دكان حانوت، هو كان يحفظ الدكان ويراقب. نعم. لكن جاء رجل آخر وأخذ ما في الدكان، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. ثم هذا أيضا إن لم يقصر. نعم. لو قصر فيضمن. لماذا لا يضمن؟ قال الإمام القفال رحمه الله، لأنه لم يسلم إليه المتاع، وإنما هو بمنزلة حارس سكة سرق بعض بيوتها. نعم. فإذا هذه الأمتعة غير مسلمة إلى من؟ إلى الأجير، بل هو أجير لما لحرس البيت فقط، هو يحرس. نعم. لا يسلم إليه المتاع. ثم إنما هذا الحارس بمنزلة حارس سكة يعني طريق سرق أو جرت يعني السرقة في بعض بيوت هذه الطرق، فإذا لا يضمن. كذلك هنا أيضا لا يضمن. ثم قال الزركشي رحمه الله أنه لا ضمان أيضا على الخفير. خفير يعني حارس. وكان استأجره ليرعى دابته فأتاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما. وكان استأجره. هذا مثال على التخصير. قال الزركشي رحمه الله أنه لا ضمان أيضا على الخفير. هذا القول تأييد لما ذكره سابقا. لا يضمن أجير لحفل دكان مثلا إذا أخذ غيره ما فيها، تأييدا له. قال أنه يعني قول الزركشي أنه لا ضمان أيضا على الخفير. الخفير هو الحارس مطلقا في الأسواق والأرياف، أي حارس كان ليس عليه ضمان. نعم. ثم وكان استأجره، هذا مثال آخر. وكان استأجره، هذا عطف على قوله كأن ترك المقتري الاندفاع بالدابة، هذا للتقصير مثال. استأجره لما ليرعى دابته فأعطاها، يعني هذا الرجل الأول أعطى هذه الدابة آخر لما يرعاها فيضمنها كل منهما. فإذا أجير كأنه استأجر رجلا آخر وجعله أجيرا، فلو تلفت الدابة
يضمنان كل منهما الأجير الأول والثاني. ومع ذلك قرار الضمان على من؟ هذا الذي يقول والقرار على من تلفت بيده، يعني على الثاني. ثم يذكر مثال آخر. وكأن، لكن هذا لو لم يكن بعلمه. أقرأ آية: حيث كان عالما وإلا فالقرار على الأول. هكذا ذكر في شرح محمد رملي. ثم وكان أسرف خباز في الوقود، هذا مثال آخر للتقصير. أسرف خباز يعني رجل استوجر للخبز، فإذا وأسرف يعني أكثر الإيقاد. الوقود بضم الواو بمعنى الإيقاد، يعني هو أكثر الوقود، يعني أكثر من الحاجة. هكذا يحترق الخبز بسبب كثرة النار، يحترق الخبز ويضمنه. أو مات المتعلم من ضرب المعلم، يعني رجل استوجر لتعليم ولد فضربه، من هذا الضرب مات المتعلم، وهذا تقصير أيضا، فإنه يضمن. المعلم يكون ضامنا، ولو كان هذا لا يشترط في هذا الضرب بأي شيء، ولو كان الضربا معتادا أيضا. هكذا ذكره في بجير من الياز من قوته الميكروفون تاع سيئه وخل عن شو هذا رس. نعم شكرا. ولو كان يعني ضربا معتادا هو يضمن. لماذا؟ لأن التأديب ممكن باللفظ كما في العناني، هكذا نقل عنه بجير منه. فإذا ينبغي أن لا يموت المتعلم من الضرب، يجوز له الضرب ضربا غير مبرح، ومع ذلك لو مات يكون ضامنا. الضمان بالدية يكون بالدية. أنا أضمن. لو كان عبدا يكون الضمان بقيمته. ثم ويصدق الأجير في أنه لم يقصر ما لم يشهد خبيران بخلافه، يعني لو ما اختلف الخبير الأجير والمستأجر هل يقصر أو لم يقصر، فإذا يصدق الأجير بأنه لم يقصر. متى يصدق؟ ما لم يشهد خبيران بهذه الصناعة، على ما يشهدان على أنه قصر، فإذا لا يصدق الأجير بيمينه بخلافه. ولو اكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع غدا، هكذا اكترى دابة لما يذهب بها يركبها اليوم إلى مكان ثم يرجع، الرجوع في اليوم الغدي، لكن ماذا فعل؟ فأقامه غدا، لم يرجع إلى الغدي، فإذا لم يرجع غدا بل هو أقام في مقصوده اليوم الثاني. ثم متى رجع؟ ورجع في الثالث، يعني ركب هذه الدابة في سفر الرجوع في اليوم الثالث. إذن هذا بعد مضي مدة الإجارة استعمل هذه الدابة، لمنها فيه، يضمن الدابة فيه يعني في الثالث فقط. لماذا؟ لأنه استعملها فيه تعديا، يعني بدون استئجار. في عقد الإجارة هو قيد يومين، يوم للذهاب يوم للرجوع، فإذا يوم الرجوع لم يرجع بل أقامه، ثم بعد ذلك استعمل. ولو اكترى عبدا لعمل معلوم،
ولم يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر فأبقى ضمنه مع الأجرة. نعم. رجل اكترى عبدا لعمل من الأعمال، عمل معلوم لكن لم يبين موضعه، أين يعمل هذا العمل، هكذا بناء أو زراعة أو شيئا هكذا، فذهب به من بلد العقد إلى بلد آخر ذهب، ثم من هناك هو هرب يضمنه مع الأجرة، معناه مع أجرة رده فرعون. يجوز لنحب القصار حبس الثوب كرهنه بأجرته حتى يستوفيا. ثم ذكرنا يعني أنه لو قصر يضمن، ذكرنا من المثال يعني مثال التقصير أنه يحبسه، يحبس الدابة أو يحبس العين المستأجرة بعد طلب المجيري. فإذا قصار استأجر قصارا، قصار الذي ينظف الثوب، الذي يبيض الثوب من أوساخه، ثم بعد ذلك أعطى هذا الثوب للتقصير عين أجرته، هل يجوز له حبس هذا الثوب لاستيفاء الأجرة، لتحصيل الأجرة؟ لأجل ذلك لو حبس الثوب هل يكون ضامنا بهذا الحبس؟ لا يكون ضامنا بهذا الحبس. نعم. هذا مثل يعني المرأة المتزوجة لو لم تتمكن لتحصيل المهر فهذا لا يسقط النفقة. كذلك هنا إذا يجوز لنحب القصار، قصار خباز صباغ هؤلاء حبسوا الثوب، لماذا يحبسوا؟ كرهنه، كرهنه يعني كأنه جعل الثوب راهنا بأجرته حتى يستوفيا. إذن لأجل هذا الغرض لو حبس لا يكون ضامنا، وإلا يكون ضامنا بعد لو حبس بعد الطلب. ثم ولا أجرة بلا شرط في عقد الإجارة يجب ذكر الأجرة، لو لم يذكر الأجرة هو لا يستحق الأجرة. هذا الذي يقول ولا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه بصبغ مالكه بلا شرط الأجرة. فإذن مثلا رجل دخل الحلاقة وجلس على الكرسي، الحالق جاء وحلق رأسه قصره، لا يجب عليه الأجرة، يجب يعني أولا هذا عقد الإجارة حتى يصرح بالأجرة أو ما يشير إليه. نعم. أو هكذا رجل أعطى ثوبه قماشه لخياط وقميصه للقياس وهو قاس قام ثم خاط، لم يذكر الأجرة لا يجب الأجرة. لا 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 يعتبر الأجرة، بل يعني إما يذكر الأجرة صريحا أو ما يدل عليه هكذا. فإذا هذا يعني هناك إلساق والجدول للأجرة ممكن يعتبر. قصارته صبغه بصبغ بلا شرط الأجرة، فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو صباغ ليصبغه ففعله، وفعل هذا حتى هذا لم يذكر أجرة، ولم يذكر أحدهما أجرة، أحدهما يعني الأجير والمالك، لم يذكر أحدهما أجرة شيئا من الأجرة، ولا ما يفهمها، يعني لم يذكر أجرة ولم يذكر ما يفهمها، يعني يفهم الأجرة فلا أجرة له، لأنه متبرع كأنه تبرع.
ما يفهم الهجرة ماذا معناه؟ بحضرة الآخر فيسمعه ويجيب أو يسكت كما شمله إطلاقه. ما يفهمها يفهم الأجرة لمن يفهم للآخر فلا أجرة له لأنه متبرع. لكن هنا بحث الإمام الأزرعي رحمه الله وجوبها في قن ومهجور بسفه. لماذا؟ لأنهما ليسا من أهل التبرع ومثلهما باللولى غير مكلف. إذن أين هذا؟ لو كان من أهل التبرع، لو لم يكن من أهل التبرع يجب. هكذا ذكر الإمام الأزرعي بحثا. نعم. ثم قال في البحر ولأنه لو قال أسكني دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة إجماعا. هكذا رجل قال لآخر لصاحب الدار أسكني دارك شهرا، هكذا هذا صاحب الدار يعني مالك الدار أسكنه لا يستحق الأجرة إجماعا. لأجل ذلك لا أجرة بلا شرط. إذن هذا علة ثاني. أولا قال لأنه متبرع، هذه العلة الأولى. ثم ذكر علة ثانية نقلا عن البحري ولأنه لو قال أسكني هكذا فلا أجرة إجماع. وإن عرف بذلك العمل بهذا لعدم التزامها. نعم، هذا مسألة العرف. وإن عرف بذلك يعني مع ذلك، بذلك الباء للمعية. فإذا وإن عرف مع ذلك، مع ذلك معناه مع عدم الاشتراط بل الدفع. العمل بها العمل بالأجرة هذا هو العرف، ومع ذلك لا يجب. نعم، لعدم التزامها. لماذا لا يجب الأجرة؟ وهذا المالك يعني المستأجر لم يلتزم بالأجرة، المستخدم لم يلزم بالأجرة، لذلك لا يلزمون. نعم. فإذن لعدم التزامها معناه بلفظه، وإلا يعني التزام بمقتضى العرف موجود هناك، ومع ذلك هو قال لعدم التزامها. نعم. وإن عرف بذلك العمل بها لعمل التزامها، وهذا القول من المصنف للرد على من قال إن كان معروفا بذلك العمل بالأجرة فله أجرة مثله وإلا فلا. هكذا قال. نعم، في المنهاج قال في المنهاج وقد يستحسن أي ترجيحه لوضوح مدركه إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا. ومن ثم نقل عن الأكثرين وأفتى به كثيرون. هكذا ذكر في التحفة. لكن الراجح في المذهب أنه لا يلزم لعدم التزامها، ومع ذلك كثير من الأئمة قالوا هنا باعتبار العرف. نعم. ثم ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام أو راكب سفينة مثلا بلا إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه. يعني ذكرنا قاعدة، ما هي؟ ولا أجرة بلا شرط، هذه قاعدة. ثم هناك مسألتان، رجل دخل حماما بدون إذن صاحب الحمام ثم استحم وخرج، يجب عليه الأجرة. ليس هناك التزام ولا ذكر ولا شيء، مع ذلك يجب.
ذلك رجل ركب سفينة أو حافلة كيف بدون إذنه ركب بدون إذن صاحب السفينة أو صاحب الحافلة ركب ثم بعد ذلك هذا السفينة يعني جرت ووصلت إلى مقصوده هذا الرجل نزل من السفينة يجب عليه الأجرة فإذا هاتان المسألتان وأمثالها هل تستثنى من هذه القاعدة يعني ولا أجرة بلا شرط لا حاجة إلى الاستثناء لماذا؟ لأن هذه المسائل ليست داخلة فيها بسبب أنها ليست داخلة فيها لا يجب أن الاستثناء لماذا ليست داخلة فيها؟ لأن هنا يجب الأجرة بسبب عدم إذن صاحب المنفعة صاحب السفينة لم يذن صاحب الحمام لم يذن بدون ذلك هو دخل لذلك وجب أجرة المثل أما لو دخل الحمام أو ركب السفينة مع إذنه لا يلزم هذا هو القاعدة السابقة ولا أجرة بلا شرط يعني رجل استعمل آخر ثم بعد ذلك لم يذكر في العقد الأجرة فلا أجرة كأنه تبرع لا يستثنى وجوبه على داخل حمام أو راكب سفينة مثلا بلا إذن لماذا دخل لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها هذا الوجوب لماذا يجب الأجرة إلتها إلة الوجوب لاستيفائه المنفعة وهذا الداخل أو الراكب استوفى المنفعة بغير أن يصرفها صاحبها إليه بسبب عدم الإذن كأن صاحب المنفعة لم يصرف هذه المنفعة إليه يعني إلى الداخل وإلى الراكب بخلافه بإذنه لو كان الدخول أو الركوب بإذن الصاحب فلا أجرة عليه عندئذ صرفها صاحبها إليه لذلك لا أجرة كيف صرف بدون شرط الأجرة فإذا كأنه متبرع ثم أما إذا ذكر أجرة فيستحقها قطعا إن صح العقد فإلا فأجرة المثل لو كان العقد صحيحا يجب المسمى لو لم يكن العقد صحيحا فأجرة المثل أما إذا عرّل بها كأرليك أو لا أخيبك أو ترى ما يسرك فيجب أجرة المثل وهذا بيان لقوله يعني ما يفهمها نعم هناك ذكر ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها فإذن هذا مثال ذكر ما يفهمها ما يفهم الأجرة لآخرها هذا هو صورة التعريضات بالأجرة يجب هناك الأجرة كيف هذا تعريضات أما إذا عرّل بها بالأجرة كأرليك المقتري المستأجر قال أرليك يعني هو أعطى ثوب للخياط وقال وسأرليك أو قال لا أخيبك أو قال له ترى ما يسرك في هذه الصور كلها تجب أجرة المثلين فإذا الراجح أن الأجرة ليست بواجبة بمجرد العرف أما هنا تجب وتقررت عليه بمضي مدة ثم متى تتقرر الأجرة أي الأجرة التي سميت في العقد عليه على المقتري بمضي مدة
في الإجارة المقدرة بوقت أو مضي مدة إمكان الاستيفاء في المقدرة بعمل. نعم هكذا إجارة إجارة يعني إما مقدرة بوقت أو مقدرة بعمل بمضي مدته تقررت. وإن لم يستوفي ممكن هذا المستأجر لم يستوفي المنفعة بمضي هذه المدة تقررت الأجرة. نعم كما ذكرنا يعني مثالا رجل استأجر حانوتا ثم ترك الحانوت بدون استعمال مضى شهر بمضي شهر وجبت الأجرة لا ينظر هل استوفى أو لم يستوفي. نعم أي المستأجر والمنفعة لأن المنافع تلفت تحت يده وهذه المنافع تلفت تحت يده. نعم تحت يد المستأجر. وإن ترك لنحو مرل أو خوف طريق ممكن هو لم يستوفي لماذا لسبب مرض هو صار مريضا أو خوف طريق ما استطاع أن يستوفي بسبب خوف بالطريق يعني في ترك الاستيفاء هو معذور أو بسبب هذا العذر هل تسقط الأجرة لا تسقط الأجرة الأجرة في مقابلة المنافع المنفعة تلفت تحت يده لذلك يجب عليه سواء كان ترك الاستيفاء بعذر أو بدون عذر. وإن ترك هذا مبالغة في الوجوب إذ ليس على المكري إلا التمكين الذي يجب على المكري المجير ما هو التمكين من الاستيفاء فإذا هو مكن وليس له بسبب ذلك فسخ ولا رد إلى تيسر العمل وليس له بسبب ذلك هل يجوز له بسبب المرض أو خوف طريق فسخ العقد ليس له فسخ العقد لا يجوز له فسخ العقد وليس له بسبب ذلك ذلك إشارة ترجع إلى نحو مرض أو خوف طريق لا يجوز له فسخ ولا رد إلى متى؟ إلى تيسر العمل تيسر العمل بسبب بشفاء مرضه أو يعني بسبب زوال خوف في الطريق هكذا هل يجوز له هذا الرد؟ لا يجوز له هذا الرد ولا فسخ العقد بل تستقر الأجرة. ثم وتنفسخ بتلفي مستوفى منه معين في مستقبل ثم هذا مسألة انفساخ عقد الإجارة تنفسخ الإجارة بتلفي مستوفى منه مستوفى منه مستوفى به مستوفى مستوفى فيه هكذا أربعة أشياء مستوفى يعني المنفعة نفسه هذا الذي يستوفى مستوفى منه يعني هذا العين الذي بها يستوفى المستوفى مثلا الدار هو مستوفى منه الدار السكون في الدار هو مستوفى مستوفى يعني فيه هذا الوقت مثلا شهر أو شهران هذا مستوفى فيه مستوفى به ممكن هذا آلة للاستيفاء فهكذا فرق فإذن سيأتي الأمور ثلاثة الأخرى يعني مستوفى مستوفى فيه مستوفى به أحكامها ستأتي وهنا ذكر حكم تلفي مستوفى منه معين في العقد يعني هذه إجارة عين فيها يعني مستوفى منه يعني ليست الإجارة في الذمة بل الإجارة يعني في العين معناه آجرتك هذا الثوب هكذا عقد الإجارة
ورد على هذا الثوب او على هذا الشيء هكذا عينه وعلى هذه الدابه هكذا. لو كان في ذمتي ممكن هو يقول اني اجرتك دابه صفته هكذا كذا كذا، فاذا يجب على المجير تقديم دابه اي دابه كان. ينبغي ان تكون صفته هذه الصفات المبينه في عقد الاجاره. نعم. فإذا هنا مستوفى منه معين في العقد كموت نحو دابة، هذا تلف. لو كانت دابة مات نحو دابة أو يعني كان عبدا هو مات، وأجير معينين وانهدام دار. نعم. ولو بفعل المستأجر، ممكن هذا الانهدام بفعل المستأجر، المستأجر هو الذي هدمه، هدم هذه الدار. لا ينظر إلى من الذي هدمه، بل ينظر إلى تعذر استيفاء المنفعة بعد هذا التلف. لذلك انفسخت الإجارة، انفسخ عقد الإجارة. نعم. في زمان مستقبل ثم تنفسخ الإجارة، تنفسخ يعني من أولها أو من وقت التلف، يعني من وقت التلف هذا الذي انتبه. لذلك قال تنفسخ في زمان مستقبل فقط. فإذا هذا الرجل استأجر لستة أشهر مثلا دارا، استأجر دارا لستة أشهر، بعد مضي شهرين انهدمت الدار. فإذا لمدة شهرين الماضيين ما انفسخت الإجارة، بل لأربعة أشهر الباقية منفسخة. فإذا هناك يوزع، توزع، تقسم الأجرة ثم توزع على ما ملا وعلى ما سيأتي، هكذا سيستحق كما سيأتي. نعم. في الكتاب يأتي هذا تفسير في زمان مستقبل لفوات محل المنفعة فيه. أين فات هذا المحل؟ فيه يعني في المستقبل، في زمان مستقبل، لا في مال بعد القبل. في زمن مال بعد القبل يعني كان المحل باقيا حتى يمكن المستأجر استيفاء المنفعة من ذلك فيما مضى. لذلك فيما مضى لا تنبسطه. نعم. إذا كان لمثله أجرة. نعم. لكن هذا ما مضى يكون له أجرة لا تنبسخ الإجارة لو كانت هذه المدة ما تقابل بمقابلة بأجرة، وإلا تنبسخ من أصلها. نعم. لاستقراره بالقبل. لماذا لا تنفسخ في المال؟ لا في مال لاستقراره، يعني المال مستقر، هذا لاستقراره بالقبل فيستقر قسطه، هذا علة لعدم الانفساخ في المال. نعم. أما علة الانفساخ في المستقبل ذكره أولا بقوله لفوات محل المنفعة. نعم. ثم استقراره بالقبل. لاستقراره بالقبل. نعم. هذا استقر الأجرة بالقبل، استقر بالقبل ماذا؟ استقر استقر الضمير يرجع إلى مال، استقراره بالقبل يعني استقرار المال بالقبل، لكن أجرة المال تستقر بعد مضي الاستيفاء في هذه المدة. نعم. فيستقر قسطه، يستقر قسط هذا الماضي من المسمى. مثلا هو استأجر دارا لستة أشهر، وذكر
يعني ثلاثين درهما استأجر دارا أو شيئا لستة أشهر أو ذكر في العقد أو أجرت ثلاثين درهما ثم بعد ذلك يعني مضت ثلاثة أشهر انهدمت الدار أو ماتت الدابة فإذا لو ذكرنا يستقر قسطه من المسمى ففي هذا المثال يجب خمسة عشر درهم لأن ثلاثة أشهر قد مضت ثلاثة أشهر باقية نصف مضى ونصف باقي فإذا للماضي هذا نصف المسمى لكن ليس هذا مرادا لذلك ذكر بعده باعتبار أجرة المثل يستقر قسطه من المسمى بأي اعتبار باعتبار أجرة المثل أن يعتبر قسطه للماضي فإذا يختلف فإذا لأجل إدراك أجرة المثل ينبغي أن تقوم منفعة المدة المالية والباقية فإذا المدة المالية تعتبر يعني مستقلا المدة المعاتية تعتبر مستقلا لا تعتبر تمام هذه المدة المالي واللاتي لماذا؟ الذي مضى من المدة الإجارة فيها صحيحة والذي آتي من المدة الإجارة فيها باطلة أو منفسخة مفسوخة فإذا هذا المدة المالية والمدة اللاتية تعتبران على هدى وعلى هدى ثم ينظر كم أجرة المثل للماضي وكم أجرة المثل للمستقبل يعني فهذا يزيد الأجرة تزيد والأجرة وتقل باختلاف المدة ممكن لو كان هناك محتاجون كثيرون عندئذ تزيد الأجرة نعم أو لو كان موسم للإجارات تزيد الأجرة أو يعني هذا شيء يندفع به الناس في الموسم يعني في الشتاء أو في الصيف هكذا فإذا يختلف الأجرة فإذا في المدة المالية كم أجرة المثل في المدة الآتية كم أجرة المثل هكذا ينظر ويوزع المسمى على نسبة قيمتهما حالة العقد ما دون ما بعده فإذا كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا أجرة النصف مثل أجرة النصف الباقي أجرة مثل الماضي مثل يعني ضعف أجرة النصف الباقي فإذا المجموع يعني النسبة بالثلث بالله ثلاث للماضي ثلثان وللاتي ثلث هكذا فإذا وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس نعم فثلثه لا على نسبة المدتين لاختلافهما إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور في بعض الأحيان هكذا أجرة شهر تزيد في بعض الأحيان على أجرة شهور لذلك هذا اعتبار هكذا قسط كيف يعتبر؟ يعتبر بأجرة المثل ثم ذكر هذا المثال الذي قرأت في كتاب التحفة ثم وخرج بالمستوفى منه غيره مما يأتي فإذا لو تلف المستوفى أو مستوفى به أو مستوفى فيه لا تنفسخ كما سيأتي ثم وبالمعين في العقد وبه خرج المعين عما في الذمة يعني كانت الإجارة في الذمة ثم بعد ذلك عما وجب في الذمة عين دابة أو دارا هكذا شيئا مستوفى منه عينا لو تلف لا ينفسخ فإن تلفهما يعني الضمير يرجع إلى المعين عما في الذمة وكذلك يرجع إلى غير
يعني خرج بالمستوفى منه غيره، فإذا لو تلف الغير أو لو تلف هذا المعين عما في ذمتي لا يجب انفساخا، يعني انفساخ الإجارة عقد الإجارة ليس بواجب، بل يبدلاني لو لم ينفسخ كيف يستوفي المقتري المستأجر المنفعة، يعني يبدل هذا الشيء يجب على المقري التبديل. نعم. ويثبت الخيار على التراخي، يعني لو لم يبدل المقري لو لم يبدل بدلا يثبت الخيار، لكن هذا الخيار ليس على الفور بل على التراخي على المعتمد. بعيب نحو الدابة المقارن إذا جهله والحادث لتضرره، هذا الذي يعني. ويثبت الخيار على التراخي على المعتمد بعيب نحو الدابة المقارن، رجل استأجر دابة لكن عند قبل الدابة وجدها معيبا وكان العيب مقارنا لعقد الإجارة، فإذا يثبت الخيار على التراخي على المعتمد، هل هو على التراخي أو بالفور؟ هذا هو الخلاف، على المعتمد وهو على التراخي. نعم. على التراخي. نعم. بعيب وجد الدابة، الدابة يعني هذا عين مستأجر، وجده معيبا لو كان العيب مقارنا ثم كان جاهلا، إذا جهله يثبت الخيار. ثم والحادث، لو كان العيب حادثا نائلا يثبت الخيار، لماذا؟ لتضرره، لو بقي هذا العيب يتضرر المستأجر لا يستطيع استيفاء المنفعة، لذلك يثبت له الخيار سواء كان العيب حادثا أو مقارنا. وهو ثم هذا العيب هل يعتبر كل عيب؟ لا، لا يعتبر كل عيب، بل هنا يعتبر عيب خاص، هذا الذي يقول وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت أجرتها، يعني لو كان هذا العيب يؤثر ينبغي أن يؤثر في المنفعة، يعني في استيفاء المنفعة، ثم أي تأثر تأثير يظهر به تفاوت أجرتها، لو كان العين المستأجرة معيبة بهذا العيب يقل أجرتها، لو لم تكن معيبة بهذا العيب تزيد أجرتها، هكذا تفاوت يظهر فيما في الأجرة، عندئذ يثبت الخيار وإلا لا يثبت الخيار. ولا خيار في إجارة الذمة بعيب الدابة بل يلزمه الإبدال. نعم. فهذا الخيار متى يثبت؟ لو كان العيب في إجارة العين، أما في إجارة الذمة لا يثبت الخيار بل يلزمه، يعني يلزم المكرية الإبدال. نعم. ويجوز في إجارة عين أو ذمة استبدال المستوفى كالراكب والساكن والمستوفى به، استبدال المستوفي استوفي كالراكب والساكن والمستوفى به كالمحمول والمستوفى فيه كالطريق بمثلها أو بدون مثلها، ما لم يشرط عدم الإبدال في الأخيرين. هذا بيان محترز قوله لو تلف مستوفى منه، يعني فإذا لو تلف المستوفي أو مستوفى به أو مستوفى فيه تلف أو بدون تلف هل يجوز الإبدال؟ نعم يجوز، هذا الذي يقول بسبب أنه يجوز الإبدال والاستبدال لا يضمن بتلفه المستوفي، من مثلا الراكب
كيف يكون هذا استبدال الراكب المستوفي؟ مثلا رجل استأجر دابة يعني سيارة، لما أليس لركوبه بل يكون الراكب إما ابنه أو يعني زوجته أو أحد أقاربه هكذا وأصدقائه. فإذا في هناك في العقد ذكر هذا لركوب فلان. بعد ذلك المكري المستقر يعني المستأجر أراد أي يعني يركب رجلا آخر، هل يجوز؟ نعم يجوز. أو رجل استأجر دارا لإسكانها زوجتها أو أولادها عيالها أو والديها هكذا، ثم بعد ذلك بدا له ظهر له أن يسكن آخر غير مستوفي، هذا يجوز التبديل. كذلك المستوفى به، مستوفى به يعني كالمحمول. كالمحمول يعني هذا يحمل على شيء، فإذا هذا الشيء يكون مستوفى به، وهذا كأنه آلة للاستيفاء. ثم والمستوفى فيه كالطريق بمثلها. فإذا عندما عقد عقد الإجارة عين في هذا العقد من أي طريق ماذا ينقل هذا الشيء، ثم بعد ذلك ظهر له أن يغير هذا الطريق، هل يجوز؟ نعم يجوز. هل يضمن؟ لا يضمن. إذا ثم بمثلها أو بدون مثلها، ثم عند الاستبدال ما يكون بمثلها أو بدون مثلها، أما أحسن من مثلها لا يجوز. مثلا هذا المثل يعتبر في الطول والحجم والثقل وهكذا. مثلا رجل استأجر دابة ليركبها رجلا، ثم بعد ذلك أركبها أثقل منه، فإذا يضر الدابة. لو علم مالك الدابة ممكن لا يجيرها له، لذلك ينبغي أن يكون مثلها أو أدون منها. ما لم يشرط عدم الإبدال في الأخيرين، الأخيرين يعني في المستوفى فيه وكذلك المستوفى به، هناك لو شرط عدم الإبدال لا يجوز، أما في الأول يعني في المستوفي يجوز، لأنه يفسد العقد، أي لأن المنفعة ملكه، فإن شرط عليه فإذا في الأخيرين هناك لو شرط لا يجوز، أما لو شرط في الأول، الأول يعني هذا في المستوفي عدم الإبدال في المستوفي لو شرط فيفسد العقد هكذا. لماذا؟ لأنه بالعقد يعني يملك هذه المنفعة، فإذا يجوز له استيفاء هذه المنفعة بنفسه أو بغيره، هذا بالتبديل أو بدون التبديل على يعني هذا هو مقتضى العقد. فرع، لو استأجر ثوبا لللبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا، رجل استأجر ثوبا لماذا؟ لللبس المطلق يعني لم يعين متى يلبس، في الليل أو في النهار أو في النوم وقت النوم أو وقت الاستيقاظ لم يبين هكذا، فإذا لا يلبسه وقت النوم ليلا. ليلا هذا احتراز عن وقت النوم نهارا، يجوز له لبسه وقت النهار وقت النوم نهارا، مثلا وقت القيلولة ونام فيه فلا بأس. ثم هذا وقت الليل ليلا هكذا قال، لا يشترط أن ينام فيه، لو نام أو لم ينم في هذا الوقت لا يلبس هذا هو. وإن اضطردت عادتهم بذلك، ممكن اضطردت عادة الناس بلبسه وقت النوم ليلا لا يجوز له هذا. ويجوز لمستأجر، لماذا لا يجوز وقت النوم ليلا؟
ينصرف اللبس المطلق الى غير هذا الوقت لذلك ويجوز لمستاجر الدابه مثلا منع الموجر من حمل شيء عليها يجوز لمستاجر الدابه اذا رجل استاجر دابه وقبلها من مالكها ثم بعد ذلك اراد المالك مالك الدابه ان يحمل على هذه الدابه شيئا فإذا يجوز للمستأجر أن يمنعه من الحمل على هذه الدابة لماذا؟ هذه دابة مستأجرة لهذا الرجل وهو الذي يملك منفعته مدة الاستئجار لذلك يجوز له أن يمنع مالكها ثم فائدة قال شيخنا إن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة إلا فأجرة المثل نعم وليس للعليل الرجوع عليه بشيء فإذا هذا الطبيب استأجر للعلاج استأجر فإذا هناك عينة الأجرة أيضا ثم أعطي ثمن الأدوية أيضا لو كان هذا الطبيب ماهر ثم لم يشفى المريض وعالج هذا شفاء من الله تعالى هل يستحق الأجرة؟ نعم هو يستحق الأجرة لو لم يكن ماهرا لا يستحق الأجرة ويضمن بثمن الأدوية أيضا نعم هذا هو تفصيل يعني لو كان ماهرا يستحق كل شيء وإلا لا يستحق شيء هذا الذي يقول إن الطبيب الماهر كيف يكون ماهرا بأن كان خطؤه نادرا يعني خطؤه نادرا يعني صوابه إما سواء للخطئ أو أكثر من الخطئ عندئذ يكون ماهرا طبيب يعتبر ماهر لا حاجة إلى كثرة العلم ممكن هناك طبيب وكثير العلم لكن خطؤه غالب ليس بماهر يعني يكون هناك تجربة في العلاج تجعل الطبيب ماهرا ليس مجرد العلم فقط بل هناك أمور تجعل الطبيب ماهرا نعم إذن هكذا صار ماهرا لو شرطت له أجرة ثم أعطي ثمن الأدوية فعالجه عالج المريض بها بهذه الأدوية فلم يبرأ بعد ذلك لم يبرأ المريض لم يشفى استحق المسمى طبيب يستحق المذكورة من الأجرة في العقد إن صحت الإجارة لو كانت الإجارة صحيحة وإلا لو لم تكن صحيحة بل فاسدة بمفسد آخر فأجرة المثل يعني هو يستحق أجرة المثل وليس للعليل الرجوع عليه بشيء بشيء يعني بشيء من ثمن الأدوية ممكن هو أعطى يعني مبلغا باهظا لأجل الأدوية لا يرجع عليه بشيء لماذا؟ لأن المستأجر عليه المعالجة هذا الطبيب يستأجر لأجل العلاج المنفعة الثانية المعالجة للشفاء المستأجر عليه ليس الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة يعني لو شرط الشفاء بطلت الإجارة لماذا؟ لأنه بيد الله تعالى لا غير لأجل ذلك لا يمكن اشتراط الشفاء للعلاج ثم أما غير الماهر هذا بالنسبة للماهر أما طبيب غير ماهر يعني الذي زاد خطؤه على صوابه فلا يستحق أجرة ولا يستحق أجرة ثم بالنسبة لنا ثمن الأدوية الذي أعطي ويرجع عليه بثمن الأدوية لماذا؟ العليل يأخذ منه رجوعا لتقصيره بمباشرته بما ليس هو له بأهل هذا الطبيب ليس أهلا للعلاج لذلك كأنه قصر فإذا يرجع عليه بهذا الثمن ولا يستحق الأجرة نعم
ثم مسألة الخلاف بينهما بين المكري والمبتري، ولو اختلف أي المكري والمبتري في أجرة أو مدة أو قدر منفعة هكذا اختلفا، إذن تحالفا وفسخت، بعد ذلك قاضي يطلب منهما أن يحلفا. التحالف صيغة التحالف تدل على أنه يجب عليهما نفي دعوى الآخر أيضا كما سبق مرة في درسنا، في أجرة أو مدة، في قدر الأجرة هل هو ألف أو ألفين هكذا، ثم مدة يعني مدة الإجارة شهرا أو شهران هكذا، أو قدر منفعة هل هي عشرة فراسخ أو خمسة هكذا، أو في قدر المستأجر هل هو كل الدار أو بيت منها هكذا، يعني اختلاف تحالفها. في التحالف ينبغي أن يشتمل اليمين على دعواه على نفي دعوى الخصم، هذا هو التحالف. ثم لو تحالف كلاهما كيف حل الاختلاف؟ هذا بالفسخ، فسخت أي الإجارة، ووجب على المكتري أجرة المثل لما استوفاه. فإذا لو كان هذا الخلاف بعد استيفاء المنفعة تمامها، هو يستحق أجرة المثل لهذه المنفعة، أو يعني لم يستوفي تمامها بل استوفى بعضها فقط، مثلا هذا رجل استأجر دارا لسنة ثم بعد ذلك بعد أربعة أشهر هكذا وقع الخلاف بينهما، فإذا بالنسبة إلى هذه الأربعة الأشهر يجب أجرة مثل ذلك. هذا الذي قال مستوفاه من منفعة المستأجر. ثم فروع، لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حتى قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة وإلا لم يحط شيء من الأجرة. فإذا رجل استأجر دابة لحمل مقدار، هذه صورة، رجل استأجر دابة مثلا لماذا؟ ليس للركوب، لحمل متاع، ثم قدر هناك وزن هذا المتاع مثلا هذا ألف يعني ساع هكذا، ألف ساع يحمل على هذه الدابة، فإذا كم أجرته هكذا تم عقد الإجارة. ثم من كال هذا، هذا ألف ساع، المجير، المجير نعم، المكري، المجير ماذا فعل؟ هو الذي كال ألف. ثم هذا المكتري كيف وجد؟ كيف وجد ناقصا، يعني بعد ذلك عندما كاله وجد تسمية فقط ليس ألف. إذن يجوز لا يعني ينقص هذا قسطه، يعني العشر ينقص، لو كان الأجرة ألفين فإذن العشر يعني هنا قل مئة هذا عشر الألف، فإذن عشر من الأجرة يسقط. هذا الذي قال لو وجد المحمول، من وجد؟ المبتري، المحمول على الدابة مثلا كيف وجد ناقصا، نقصا يؤثر، فإذا لو كان النقص يعني قليل تافه لا يعتبر، لا يؤثر في التفاوت فلا يعتبر ولا ينقص. وقد كاله المجر، من الذي كال هذا الشيء المحمول؟ هذا المجر. أما لو كال المستأجر أو كلاهما فلا يسقط شيء، هذا قيد جملة حالية.
حتى قسطه من الأجرة قسطه يعني قسط ما نقص إن كانت الإجارة في الذمة هذا أيضا في الذمة وإلا لم يحط شيء من الأجرة ثم كيف يكون يعني ذمة غير ذمة ذمة كما ذكرت مثالا يعني لحمل 1000 صاع من بر يعني صفته كذا كذا هكذا ذكر أو يعني هو استأجر دابة لحمل هذه يعني الأرز أو هذه السيعان من الأرز أو هذا حدتي هكذا فإذا هذا يكون إجارة ليس في الذمة وهناك لا يختلف إلا لم يحط شيء من الأجرة ولو استأجر سفينة فدخلها سمك فهل هو له أو للمؤجر وجهاني رجل استأجر دابة ثم دخل دخلها سمك وهذا السمك لمن للمستأجر أو للمؤجر هذا وجهان نعم ثم هنا يعني مصنف فرغ من مسائل الإجارة وهذه المعاملات يعني بين المصنف مسائل موجزة موجزة فقط هناك كثير من التفاصيل موجودة لذلك يجب مراجعة المطولات يعني مثل كتاب التحفة بالنهاية بالمغنية هكذا هنا يذكر من مسائل المساقات أسطر فقط فيما بعد هنا هذا تتمة في هذه التتمة يذكر مسألة المساقات